الثقافية من قناة زير نيوز. تختتم اليوم البرامج الثقافية الرمضانية التي سطرتها مختلف المؤسسات الثقافية خلال الشهر الفضيل. تابعنا في الميوزيك ستوري أغاني جميلة جدا. لماذا غاب إيوان كل هذه المدة؟ أنجح لبناني اليوم بمصر. خلال أسبوعين تخطى 200,000 حيوصل لربع مليون ومن دون أي إعلانات. نسيف زيتون على غرار ربما جوزيف عطية سعد رمضان. ما هي المتغيرات التي واجهتيها بالساحة الفنية اليوم؟ وجه لوجه نحن روح قدام روح. هل يتم العودة إليك؟ هل يتم استشارتك؟ وهل تعجبك هذه الإعادات؟ عدة مطربين سجلوها بدون العودة لإلي أنا. من هي الأسماء التي تستمعين إليها في الوقت الحالي؟ وهيدي هويتي الغنائية اللبنانية. هل هناك لقاء بينك وبين الفنانين القدامى الكبار على غرار فيروز؟ بين ست سميرة توفيق الله يطول بعمرها. سيرة شغف لمبدعة جزائرية مميزة الدكتورة ربيعة جلطي. مرحبا بكم العدد الجديد من برنامجكم برنامج الناس اللي زادوا على قناتكم قناة زير تي في. اليوم حديث عن الطرب مع سلطانته فلة الجزائرية. أنا من معجبات ماليك ومريم كلينك وهيفا ماجيك. هادو شوف إنما مع عالمي الطرب والألحان الجميل. يحضر معي الأستاذ القدير أحمد الحجار. قبل قليل تحدثت عن موضوع مهم جدا، ربما الأغنية الشعبية تراجعت أسهمها مقارنة بالإيقاع الشبابي المعاصر والحديث. في رأيك ما هو الحل لاسترجاع بريق الأغنية الشعبية والطربية المصرية؟ من إعداد زميلي ملك سليماني. طبعا ملك صديق وأخ وعزيز، شكرا بزاف على المقدمة الرائعة، شكرا على الاستضافة. أنا كنت قاعد في الدار خرج كليب كنت أتمنى. مظبوط. أنت حطيتي تويت لطشة قوية لنيلي مقدسي. ايه؟ قلتي أنا اعتمدت البومة، كل الوطن العربي اعتمدوا البومة في كليب. مظبوط، هو مركز معي في تويتر. ايه؟ لأنه عن جد أنا بلطش ضيفة اليوم للجمال عنوان، للإبداع كيان، كلها فخر وعنفوان بالجزائر بسوريا وفلسطين. ضيفتي اليوم المبدعة نسرين طافش. ومن نسرين طافش أبدعت في الدراما وهي نجمة شاشة صغيرة بامتياز، لكن أين نسرين طافش في عالم الشاشة الكبيرة والفن السابع؟ بضيفي اليوم من سوريا المخرج العبقري أيمن زيدان. مرحبا بك أستاذ أيمن. شكرا لك على المدخل. قبل الحديث عن نجوم سوريا أغلبهم توجهوا للموضة الجديدة وهي الأعمال العربية المشتركة، ما رأيك في هذه الظاهرة الجديدة؟ نجمنا الثقافية اليوم هو الفنان فادي طلبي. مرحبا بك فادي بقناة زير نيوز وبرنامج وجوه ثقافية. فادي، بالحديث عن الكليب، على كل حال أنت قدمت كليبات جميلة جدا ومصورة بتقنيات عالية، برأيك هل الصورة أصدق إحساس من الكلام؟ هل الصورة توصل الرسالة في وقت أسرع؟ وأغانيها لا تزال محفوظة في الذاكرة. رحلة نجاح قادتها من سكيكدا الجزائرية إلى عاصمة الفن وأم الدنيا مصر، واليوم إلى بلاد الاغتراب. ضيفة اليوم النجمة الجزائرية أمل وهبي. أنا في مرحلة إعداد هذا الحصة قرأت مقال روتانا تحطم نجمات الجزائريات أمل وهبي فل الجزائرية والدنيا الجزائرية. ما مدى صحة كل هذا الكلام؟ نجمة لبنان باميلا الكيك، مرحبا بك باميلا لأول مرة بالجزائر وعبر قناة زير نيوز. شكرا شكرا. دائما أزمة بين نجمة لبنان، سواء بين ماجي بوغصن أو سيرين عبد النور أو نادين جيم أو نادين. لا أريد التطرق إلى هذا المكان. نجم من نجومي الصف الأول من أم الدنيا مصر خالد أبو النجا. بلادي وإن جرت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. أما على أشهر الشخصيات في حملاتها الدعائية لمختلف المنتجات، لكن في الجزائر نجوم الفن غائبون عن الإعلانات الإشهارية التلفزيونية. ومضات إشهارية أبطالها نجوم الموسيقى والتمثيل. ونستهل النشرة بالنشاطات الثقافية الجديدة ومن الباهية وهران، ومنها إعادة تلميع الأواني النحاسية التي يسعى سكان مدينة سيدي عبد الرحمن للحفاظ عليها. نجاح كبير يحققه العمل الديني الجديد للنجمة الجزائرية كاميليا ورد. العمل هو دعاء من كلمات وألحان كاميليا، توزيع خالد نبيل وإخراج جورج حلو. والحديث أكثر عن الألبوم الفني المنتظر وعن سلسلة الحفلات المنتظرة للفنانة القديرة بهجة رحال. تحضر معنا بهجة رحال فنانة القديرة، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة في نشرة ثقافية لقناة زير نيوز. شكرا لكم.
رحم الله فقيد الساحة الفنية الجزائرية، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما بمقبرة المسيحيين بالمدنية بالجزائر العاصمة، فنظمت وقفة ترحمية على روح صديق الثورة الجزائرية إنغي مايو، وأصبحت أجور الفنانين والممثلين العرب مقابل أعمالهم الرمضانية حديث الصحافة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد الإعلان عن الأجور الخيالية التي تقاضاها نجوم الشاشة الصغيرة خلال موسم رمضان 2017. ودمتريس وقراءة في الموضوع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج سهرة نيوز، والذي سنخصصه اليوم للحديث عن المشهد الثقافي في الجزائر خلال شهر رمضان المبارك. وبالحديث عن الثقافة في رمضان سنتحدث أكثر عن الأفلام السينمائية بعد قليل، لكن نروح الأوبرا الجزائر التي سطرت أيضا برنامج ثري. أستاذ عيسى الحماوي، حديثنا أكثر عن برنامج هذا العام لأول مرة في أوبرا الجزائر أول رمضان. اليوم ربما هناك حديث عن محاربة المواهب الجزائرية في برامج اكتشاف المواهب العربية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأجندة الثقافية اليوم الجمعة 16 جوان 2017. أهم المواعيد الثقافية والفنية لسهرة اليوم. إجراءات صارمة ضد كل متطاول على تراث الجزائر. أختي مقيمة بفرنسا، اليوم الجمهور الجزائري اللي حب ربما يتعرف على أعمالك على ألبوماتك، كي مستعشط فرنسا وإني بغانا ديزار ديزالبومين تزلفيني من دانتيف. الورقة الثقافية مع مليك سليماني. مليك سليماني حاضر معنا في البلاتو. صباح الخير. صباح الخير نسيبة. صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذن الورقة الثقافية ضمن استوديو الصباح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موعد جديد مع الفن والإبداع. في حياتي الفنية تقريبا شاركت في أكثر من 10 مزادات عالمية. اليوم هناك رواج كبير للحرف العربي. من بداياتي كنت دائما أرسم قليل من الحضارة، من الثقافة الإفريقية، ثقافة الشمال الإفريقية. مساء الخير، مساء الجمال، الحضور الكريم، مشاهدي قناة جزائر تي في العامة. نحن في سهرة تتويج ملكة جمال الجزائر لسنة 2018، ومعايا في تنشيط البرنامج والسهرة واحدة من الجميلات غزالة. مرحبا بك.